بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنشكروا ديما تيفي على الزياره. فيما يتعلق بالركود التجاري في هذه السنين الاخيره بعد الكورونا، يعني كنحسوا شويه الركود، كاين واحد الركود ربما يكون عالمي، لما قلناش وطني غيكون عالمي. اما ما يخص مناطق ديال الشرق، كما كتعرفوا حنا كنتعاملوا مع مليليا، ودابا مليليا راه مسدوده، سدوها دابا شي 3 سنين ولا عامين مع الركود مع كورونا و العواقب ديالها. كاين واحد الركود اللي ربما ما عايشاتوش المنطقه منذ سنين ربما، ولكن الحمد لله الانسان البركه راه كاينه. حنا ما نقولوش ما كايناش البركه، ولكن الركود كاين وكنعانيو منه. كاين التاجر المتوسط ربما كيعاني بزاف، وكاين درجات. دابا التجار ماشي هما كلشي بحال بحال، كاين التاجر اللي متوسط، كاين اللي شويه، كاين على حسب. اما الركود ان شاء الله نتمنى الله عز وجل تحسن الامور ان شاء الله في البلاد. وهاد الحروب كما شفتوا الحروب دابا حتى هي راه ساهمت شويه في هذا الركود هذا. ان شاء الله القدام يكون ان شاء الله الخير ان شاء الله. وحنا عندنا واحد ان شاء الله واحد الجمع سنوي عادي غيكون ان شاء الله نهار 3/11 في المركب الثقافي في عند البحر ان شاء الله. كيتم بزاف النقط ان شاء الله، واحد القانون الداخلي ان شاء الله، النقط ان شاء الله غندرجوهم باش يصوتوا عليهم التجار السوق ولاد ميمون، باش يكون عندنا واحد السوق نموذجي. كما كتعرفوا كان واحد السوق يعني شعبي شويه، وكان فيه كيتعامل يعني عندنا كان عندنا سلعه ديال المليليه، ودابا يعني كاين سلعه محليه يعني غتكون منافسه. لذلك ان شاء الله غنسطروا شي نقط ديال القانون الداخلي ان شاء الله، غنخدموا عليهم ان شاء الله مع التجار. شكرا. شكرا، كنشكركم على الزياره. السلام ورحمه الله. بالنسبة بعد مغادرة الجالية لاحظنا بلي كاين واحد الركود كبير هنا في السوق ديال السلام عليكم ورحمة الله. فيما يتعلق بمسألة الركود التجاري اللي كاين في إقليم الناظور، راه ماشي الجالية اللي دارته، باش نكون واضحين. راه المسألة تتعلق بارتفاع الأسعار ديال مجموعة من المواد اللي كيعتمد عليها الإنسان في إقليم الناظور. راه إلا مشيتي تشوف دابا حاليا المجموعة ديال السلع اللي كانوا كيعرفوها الناس بواحد الثمن، لدرجة أنه مثلا أنا ننطلق لك غير على حسب السلع اللي عندنا، مثلا هنا اللي كتشوف هنا راه كتلقى أزيد شي خطرات في شي حوايج راه 50% اللي تزاد. إذا المشكل ماشي ديال يعني راه حتى وإن إلا مشينا نهضروا على حساب من كانت هنا الجالية، فعلا كانت تماك واحد يعني الناس كاملين واحد الرواج تجاري، لكن ماشي بحال الرواج اللي كنا عارفينه واحد الوقت. لانه راه حتى هكاك راه كان عندنا واحد المشكل عويص فيما يتعلق بمساله الكيفيه باش توصل الفكره على انه المشكل ديال السلع، ارتفاع السلع، راه ماشي انه التاجر اللي دارو. اغلبيه الناس من كيجي شي واحد هكا كيشري عليك كيقول لك على انه راه كاين ارتفاع في الاسعار. راه ارتفاع الاسعار ماشي التاجر اللي دارو، وانما اللي دارو هو انه كاين واحد مجموعه ديال الناس احتكروا السوق، خاصة التجار الكبار، وصدقوا انهم كيديروا في السلعة كما بغاو. وفي نفس الوقت العشور راه في شي مواد راه وصلت حتى ل 75%، كاينين اللي وصلت 50%. يعني احنا الا مشينا نقارنوا الربح اللي كنا كنربحوه في الايام ديال 2017 2018 حتى 2019، واخا كانت السلع يعني رخيصه، لكن رغم ذلك كانت تماك واحد الربح اكبر من الربح اللي كاين دابا في هذه الساعه اللي كتلقى تماك السلع غاليه. اذا راه ماشي مشكل ديال الجاليه ولا هم يحزنون، المشكل ديال السلع هي اللي ارتفعت في الاسعار ديالها. الراي ديالك في ارتفاع المحروقات؟ تي دابا المساله ديال المحروقات راه ماشي حنا اللي غنهضروا عليها، راه كاينه واحد المؤسسه خاصه. رغم اننا حنا نددنا مرارا وتكرارا على هذا الشيء، لكن مع الاسف راه الحكومه، وراك عارف دابا الرئيس الحكومه اللي كيمثلنا هو تاجر، وتاجر ديال هذا الدومين كيدير اللي بغى. يعني الاسعار كما يعني كيجيو كيكون عارفهم هو قبل ما يخرجوا للساحه، وكاملين كتعرفوا على انه كان هو احتكر مجموعه من ستوكاج. يعني راه هو زاد علينا قبل، هو كان عارف على هذه الزياده، وبالتالي دار فينا اللي بغى. ولكن راه اصلا شكون مع لمن تشكي؟ واش تمشي توصل الشكايه ديالك واحد هو اللي احتكر هذه الماده الحيويه؟ راه ما يمكنش. اذا الحل الوحيد في هذا الشيء هو انه الشعب كامل يتكاتف ويحاول ما امكن يوصل الرساله لمن عاود. راه كما درنا وحلنا، ولا اله الا الله، وصافي هذا الشيء اللي غنقوله.
تحياتي السين. بالنسبه تتم نهار اللي تغ اني غرخو على حساب خرجوا التجاريه تغون خص ان شاء الله يعني غنخش المشاريع ان شاء الله قد عند غزات بمشاركه الجمعيات التجار سوق ولاد ميمون تغنق ان شاء الله غنغيج الجامع يجن الجامع العام ان شاء الله نهار 3/11 ادياس ديال نهار الخميس 27 ديال المركب وني غربحه المركب الثقافي وني غربحه 3/11 تعزي الصحاب التجار ولاد ميمون ان شاء الله مره الحضان نهار 3/11 ديال نتصل المشاريع ان شاء الله كواند باش ادير شويه الحركه تصبح ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هو امزوار نشكرك الموقع ديما تي بي قرص مرحبا بكم غنغاس سوق ولاد ميمون. سؤال نمتو كيمان على حساب الركن التجاري الركن التجاري مشتوار على حساب التجاره ولاد ميمون وكيمشي مشتو غيتجا من زي ثنغيت نشي مشتو تسنم الى توغان ثوات المريج تو تثنغ السرعه ترابندو توغان السرعه ثوات تجيبو تسندغان غدن الباراني تسندغان يوزن زي فاز زي مكناس زي الدال بيضا زي عربات تسندغان تسين غدن ولكن خو التجاره ولا السرعه غانغ غانغ المنتج ده مغربي انت ود سرعه النعشة ولكن عشوا محطه عشاء سرعه السرعه التغرية الطاس ذو السبب اللي غيجين ولاد ميمون ترقص الاستجاريه الطاس مش تورم على حساب الخنشين كجمعيه نعظم في ورن السوق غنغطس نحواج نقيت ندير التنظيم غادا خير نقطس نحواج ولكن بالنسبه للتجاره ثقيه الطاس البراني وغنغشا دي شهر 7 دي شهر 8 وغنغيوذان الجاليه النغ الحمد لله يوذان خدمان ولكن شهرين دعام قوى تجيبو التجاره بان ما ذي تشرخ شهرين دعام نقطة نقطة بالنسبه للجمع العام بالنسبه على حسب الجمع العام الجمعيه غنغي الجمع العام عادي سنوي اثنك ان شاء الله نان 3/11 نقارسني التجار النغ السوق ولاد ميمون مرحبا بكم غنغ نهار 3/11 دي مركب ثقافي ضروري الحضور النوم ضروري غنغي شي يجن يشنايا الطاس مرات حضر ما كاينغ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنشكروا ديما تي في على الزياره. فيما يتعلق بالركود التجاري في هذه السنين الاخيره بعد الكورونا يعني كنحسوا شويه الركود، كاين واحد الركود ربما يكون عالمي لما قلناش وطني غيكون عالمي. اما ما يخص مناطق ديال الشرق كما كتعرفوا حنا كنتعاملوا مع مليليا ودابا مليليا راه مسدوده سدوها دابا شي 3 سنين ولا عامين مع الركود مع كورونا والعواقب ديالها. كاين واحد الركود اللي ربما ما عايشاتوش المنطقه منذ سنين ربما، ولكن الحمد لله الانسان البركه راه كاينه. حنا ما نقولوش ما كايناش البركه ولكن الركود كاين وكنعانيو منه. كاين التاجر المتوسط ربما كيعاني بزاف وكاين درجات. دابا التجار ماشي هما كلشي بحال بحال، كاين التاجر اللي متوسط كاين اللي شويه كاين على حسب. اما الركود ان شاء الله نتمنى الله عز وجل تحسن الامور ان شاء الله في البلاد. وهاد الحروب كما شفتوا الحروب دابا حتى هي راه ساهمت شويه في هذا الركود هذا. ان شاء الله القدام يكون ان شاء الله الخير ان شاء الله. وحنا عندنا واحد ان شاء الله واحد الجمع سنوي عادي غيكون ان شاء الله نهار 3/11 في المركب الثقافي في عند البحر ان شاء الله. كاين تما بزاف النقط ان شاء الله وهذا القانون الداخلي ان شاء الله النقط ان شاء الله غندرجوهم باش يصوتوا عليهم التجار السوق ولاد ميمون باش يكون عندنا واحد السوق نموذجي. كما كتعرفوا كان واحد السوق يعني شعبي شويه وكان فيه كيتعامل يعني كان عندنا سلعه ديال المليليه ودابا يعني كاين سلعه محليه يعني غتكون منافسه. لذلك ان شاء الله غنسطروا شي نقط ديال القانون الداخلي ان شاء الله غنخدموا عليهم ان شاء الله مع التجار. شكرا كنشكركم على الزياره. السلام عليكم ورحمه الله. فيما يتعلق بمساله الركود التجاري اللي كاين في اقليم الناظور راه ماشي الجاليه اللي دارته باش نكون واضحين. راه المساله تتعلق بارتفاع الاسعار ديال مجموعه من المواد اللي كيعتمد عليها الانسان في اقليم الناظور. راه الا مشيتي تشوف دابا حاليا المجموعه ديال السلع اللي كانوا كيعرفوها الناس بواحد الثمن
لدرجة أنه مثلا أنا نطلق لك غير على حسب السلع اللي عندنا. مثلا هن اللي كتشوف أنا راه كتلقى أزيد شي خطرات في شي حوايج راه 50% اللي تزاد. إذا المشكل ماشي ديال يعني راه حتى وإن إلا مشينا نهضروا على حساب من كانت هنا الجلية، فعلا كانت تماك واحد يعني الناس كامل واحد الرواج تجاري، لكن ماشي بحال الرواج اللي كنا عارفينه واحد الوقت، لأنه راه حتى هكاك راه كان عندنا واحد المشكل عويص فيما يتعلق بمسألة كيفية باش توصل الفكرة على أنه المشكل ديال السلع ارتفاع السلع راه ماشي أنه التاجر اللي دارو. أغلبية الناس من كيجي شي واحد هكا كيشري عليك كيقول لك على أنه راه كاين ارتفاع في الأسعار، راه ارتفاع الأسعار ماشي التاجر اللي دارو، وإنما اللي دارو هو أنه كاين واحد مجموعة ديال الناس احتكروا السوق خاصة التجار الكبار وصدقوا أنهم كيديروا في السلعة كما بغاو، وفي نفس الوقت العشور راه في شي مواد راه وصلت حتى ل 75%، كاينين اللي وصلت 50%، يعني احنا إلا مشينا نقارنوا الربح اللي كنا كنربحوا في الأيام ديال 2017 2018 حتى 2019، واخا كانت السلع يعني رخيصة، لكن رغم ذلك كان تماك واحد الربح أكبر من الربح اللي كاين دابا في هذه الساعة اللي كتلقى تماك السلع غالية. إذا راه ماشي مشكل ديال الجالية ولا هم يحزنون، المشكل ديال السلع هي اللي ارتفعت في الأسعار ديالها. دابا المسألة ديال المحروقة ترى ماشي حنا اللي غنهضروا عليها، راه كاينة واحد المؤسسة خاصة، رغم أننا حنا نددنا مرارا وتكرارا على هذا الشيء، لكن مع الأسف أرى الحكومة وراك عارف دابا الرئيس الحكومة اللي كيمثلنا هو تاجر، وتاجر ديال هذا الدومين كيدير اللي بغى، يعني الأسعار كما يعني كي كيجيو كيكون عارفهم هو قبل ما يخرجوا للساحة، وكاملين كتعرفوا على أنه كان هو احتكر مجموعة من ستوكاج، يعني راه هو زاد علينا قبل، هو كان عارف على هاد الزيادة وبالتالي دار فينا اللي بغى، ولكن راه اصلا شكون مع لمن تشكي؟ واش تمشي توصل الشكايه ديالك واحد هو اللي احتكر هذه الماده الحيويه؟ راه ما يمكنش. اذا الحل الوحيد في هذا الشيء هو انه الشعب كامل يتكاتف ويحاول ما امكن يوصل الرساله لمن عاود، راه مع كما درنا وحلنا ولا اله الا الله وصافي، هذا الشيء اللي غنقوله. تحياتي السين. بالنسبة تتم نهار اللي غنخو على حساب الركود التجارية، غنخص إن شاء الله يعني غنخشى المشاريع إن شاء الله قلقوا عند غزات بمشاركة الجمعيات التجار السوق ولاد ميمون، تغنقى إن شاء الله غنغيجن الجامع العام إن شاء الله نهار ثلاثة ذي 11 أدياس ديال نهار الخميس 27 ذي المركب وني غربحة المركب الثقافي وني غربحة 3 ذي 11 تتعزي أصحاب التجار ولاد ميمون إن شاء الله مرة الحضان نهار 3 ذي 11 ذي يتصل المشاريع إن شاء الله كواند باش أدير شوية الحركة تصبح إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثو أمزوار نشكرك الموقع ديما تي في قرص، مرحبا بكم غنغاس سوق ولاد ميمون. سؤال نومتو كيما على حساب الركن التجاري، الركن التجاري مشتو على حساب التجارة ولاد ميمون ويقيم شام مشتو غيتجا من زي ثنغيث نشي مشتو غاتسنم إلا توغان ثوات المريش توغا تثنغ تسرعة ترابندو توغان السرعة ثوات تجيبو تسندغان يوضن دالباراني تسندغان يوضن زي فاز زي مكناس زي الدار البيضاء زي عربة تسندغان تسين وذان، ولكن خو التجارة ولا السرعة غانغ المنتج ذا مغربي انت ود سرعه النعشه، ولكن عشوه محتاج 10 سرعه التغريه الطاس ذو السبب اللي غيجين ولاد ميمون ترقص الاستجاريه الطاس مش تورم على حساب الخنشين كجمعيه نعزم في ورن السوق غنغطس نحوايج نقيت ندير التنظيم غادا خير نقطس نحوايج، ولكن بالنسبه التجاره ثقيه الطاس البراني وغنغشى دي شهر 7 دي شهر 8 وغنغيوذان الجاليه النغ الحمد لله يوذان خدمان، ولكن شهرين دعام قوات جبوث التجاره بان ما ذي تشرخ شهرين دعام. بالنسبة للسقسي على حسب الجامع العام، الجمعية غنغيج الجامع العام عادي سنوي أثنك إن شاء الله هنا 3 ذي 11 نقارسني التجار النغ ذي السوق ولاد ميمون مرحبا بكم غنغ نهان 3 ذي 12 3 ذي 11 ذي مركب ثقافي ضروري الحضور النوم ضروري أثنك شي يجن وين يشنا يطاس مرات حضامك ينغ.
دابا شنو داروا الى غير ذلك، ولكن الحمله خليها ابار، جبد كتجبد النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكي على الموقع ديما تي في كاين غير تواكب ديما المشاكل السوق الميمون. بالنسبه للصور خرواج يعني نقبر ذي الصيف هكذا الجاليه المغربيه يعقب النخو حالا حقا يبقى شويه التراجع ديال التجاره ويقبل ممشي توغا قبر، لان تو غادي شويه الحركه يعني الحمد لله نخدم الصيفه تو غادي شويه نصحب الخارج ديني شويه نيو ننزل الداخليه. المهم عام الحمد لله تحرك شويه ديال الصيف، ولكن كنت فجأة يعني رمي عقبن يتراجع شي حاجه الشهر ويقبل ممشي توغا قبر. دابا شنو داروا الى غير ذلك، ولكن الحمله خليها ابار، جبد كتجبد النحل. موقع تي في ديما تي في. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكي على الموقع ديما تي في كاين غير تواكب ديما المشاكل السوق ولاد ميمون. بالنسبه للصور خرواج يعني نقبر ذي الصيف هكذا الجاليه المغربيه يعقب النخو حالا حقا يبقى شويه التراجع ديال التجاره ويقبل ممشي توغا قبر، لان تو غادي شويه الحركه يعني الحمد لله نخدم الصيفه تو غادي شويه نصحب الخارج ديني شويه نيو ننزل الداخليه. المهم عام الحمد لله تحرك شويه الصيف، ولكن كنت فجأة يعني رمي عقبن يتراجع شي حاجه الشهر ويقبل ممشي توغا قبر.